الله جل وعلا أخبر أنه في السماء، وأنه استوى على العرش، وأنه القاهر فوق عباده. فالله جل وعلا في العلو وهو مستو على عرشه، لا بد من اعتقاد هذا، ومن نفى هذا فإنه يكون كافرا. نعم. الذي ينفي أن الله على عرشه ماذا يكون كافرا؟ النووي ينفي أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، وابن حجر ينفي أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، فمن الذي كفر النووي وكفر ابن حجر؟ وقال من نفى هذا يكون كافرا، وكلام الفوزان نزل علي دون مناظرة لي ودون إقامة حجة علي ودون أن يذكر هو اسمي، فكذلك سينزل كلامه على النووي وعلى ابن حجر. نسمع كذلك كلاما آخر. هل التبرك بآثار الصالحين شرك أم وسيلة إلى الشرك؟ التبرك بآثار الصالحين طلب البركة من غير الله شرك، طلب البركة من غير الله شرك، لأن البركة بيد الله سبحانه وتعالى. يسأل عن التبرك بآثار الصالحين، وهذا جوابه كما سمعتم. وماذا يقول النووي عن التبرك بآثار الصالحين ببزاقهم ومخاطهم والخارج وعرقهم وثيابهم؟ يقول إن التبرك بذلك مشروع كما ترون في الصورة التي أمامكم.